الطبيب الأردني خالد السلايمة يرفض الظهور في برنامج البي بي سي للحديث عن دراسة أجرتها جامعة تل أبيب حول أمراض القلب التي تصيب الأطفال، حيث قال لمسؤولة البرنامج: هذه الجامعة مقامة على أرضي. هكذا هم أحفاد كايد المفلح لعبيدات وعبدالله التل وحابس المجالي وفراس العجلوني وموفق السلطي وصالح الشويعر، يرفضون الاعتراف بالكيان السارق المارق، وهذا هو الأردن الحقيقي. لم يرغب يوماً بمصافحة اليد التي امتدت على فلسطين واستباحة الأرض والعرض. والله لو وقعت الحكومة مع الكيان الصهيوني 1000 اتفاقية تطبيع، فهذا الشعب العظيم لن يطيع أو يبيع. سيد الهوى وطني، هنا الأردن وأنتم.